يقول السائل: هل من أدب طالب العلم أن يجادل شيخه، خاصة إذا كان برفع الصوت وأمام الناس؟ لا، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. يجب التأدب مع المعلم، وإذا رأى أنه حصل خطأ من المعلم فليأتي به عن طريق السؤال لا عن طريق الجدال، وإنما يسأله، يقول ما، حتى إن الشيخ ينتبه لأنه أخطأ، ويكون بطريقة مؤدبة. نعم، ولا يتظاهر الطالب بتخطئة معلمه أو تخطئة شيخه. نعم.